ايمن ملوكي، نائب رئيس مكلف بالشؤون البيداغوجيه بمكتب طلبه الطب الرباط. حنا اليوم كنعيشوا واحد اليوم تاريخي في النضال ديالنا الذي يدوم منذ ما يزيد عن 7 اشهر. تاريخي ليس بالمعنى الايجابي للكلمه، ولكن تاريخي بمعنى انه عمر ما طرات من قبل. يعني حنا اليوم كنشهدوا وكنشوفوا باللي راه تمت المقاطعه ديال الامتحانات للدوره الاستدراكيه بالنسبه للدوره الثانيه بنسبه 100%. اليوم كانوا الامتحانات تاع السنه الثالثه في الرباط هنايا تمت المقاطعه ديالهم بدون استثناء، وحاليا كاين امتحانات تاع الدوره تاع السنه الثانيه، وكيف ما كتشوفوا مورايا الابواب تاع الكليه راه خاويه، ما كانش طلبه اللي كيدخلوا. واش يتم مرمى الطلبه تفاجؤوا بعدم التجاوب مع مجموعه من النقاط العالقه فيما يخص الملف ديالنا، واللي خلاتهم انهم يتفقوا بيناتهم باش ما انهم يقاطعوا هذه الامتحانات هذه، واللي خلات انه تكون هذه المقاطعه ناجحه بنسبه 100%. فبالنسبه لكاع الطلبه ديال الطب وديال الصيدله، النقاط اللي مازال عالقه واللي مهم انه تلقى حلول ديالها، مش معناها نحاولوا نجنبوا هذا السيناريو ديال السنه البيضاء اللي حنايا فيه واللي وصلنا ليه اليوم. فراكم عارفين بالنسبه لاي طالب اللي قاطع، ولا بالنسبه لاي طالب اللي ما دخلش الدوره العاديه والدوره الاستدراكيه، فراه كيتعتبر انه راسب، يعني سقط في الامتحانات. فبالتالي التجنب هذا السيناريو ديال السنه البيضاء خاص يكون واحد التجاوب في اقرب الاوقات مع المطالب ديالنا، الا والا فراه انه حنا راه وصلنا لهذه السنه البيضاء اللي كنا كنحاولوا اننا نجنبوها من ديما للاسف. والنقاط العالقه ممكن انا نختصرهم في 4 ديال لي بوين اساسيين. اول حاجه هي انه الغياب ديال واحد المحضر ديال الاتفاق اللي كيخلي انه الطلبه يثقوا باللي راه يتم الانزال على ارض الواقع ديال هاد الوعود هذه اللي كتعطيو الوزاره والمقترحات ديالهم. ثاني حاجه هي المده ديال التكوين اللي بالنسبه للطلبه اللي كاينين حاليا في المقاطعه، يعني ديال هاد 5 دفعات، فانهم كيطالبوا ديال تاجيل ديال التقليص ديال هاد المده ديال التكوين، وحتى يكون واحد الاصلاح اللي هو كامل وشامل، واحد الاصلاح اللي كيسمح انه يعطي واحد الجوده معقوله للتكوين ديالنا، واحد الجوده اللي هي عاليه وتحسين منه. فراه لا يعقل انه هاد 5 ديال الدفعات هذه تجي في هاد المرحله الانتقاليه، ما هما مع واحد النظام قديم الذي يشهد بالكفاءه ديالو، وما هو مع واحد النظام جديد اللي جاي في واحد الاصلاح واللي جاي في واحد النظره اللي كتبغي انها تزيد بالبلاد ديالنا القدام. فبالتالي هاد الطلبه هادو باغيين انه تبقى المده ديال التكوين ويبقى النظام ديال التكوين غادي تحسبوا به على اساس انه النظام القديم. والنقطه الثالثه فراه هي التوقيفات اللي كانت عطات للزملاء ديالنا، اللي كانوا غير كيدافعوا على الجوده ديال التكوين ديالنا وبالتالي على الصحه ديال المواطنين المغاربه. ورابع حاجه فراه هي لي موداليتي دو بريز، يعني الشروط ديال السنه في الدراسه في اخر الاوقات، باش ما اننا ما نضيعوش في هاد 7 اشهر اللي داز، مما في خاصه فيما يخص التدريب الاستشفائيه والدروس ديالنا، وبطبيعه الحال الامتحانات، باش ما اننا ما نضيعوش في هاد السنه هذه، وحتى المواطنين المغاربه ما يضيعوش في هاد السنه هذه اللي داز من التكوين ديالنا. حنا بالنسبه لنا زعما كمحطه نضاليه، فراه في النضال ديالنا درنا كل شيء، من وقفات سلميه، مسيرات، اعتصامات الى اخره. وهنا اليوم الى وصلنا للمرحله ديال المقاطعه ديال الامتحانات ديال الدوره الاستدراكيه، فراه هي اعلى مرحله ممكن يوصل لها شي نضال طلابي في المغرب ولا في العالم كامل. وبالتالي فراه حنايا كنقولوا عندنا واحد المساج اللي هو صريح، هو انه الكره حاليا كاين عند المسؤولين، يعني ما يمكنش حنايا الطلبه غير نزيدوا نصعدوا، ما يمكنش الطلبه حنايا غير نبقاو غير غاديين. فراه الصوت ديالنا وصلنا جميع المنابر، والصوت ديالنا قلنا امام البرلمان وفي جميع المدن وامام الكليات، وحاولنا اننا نوصلوا لجميع المنابر الاعلاميه. وبالتالي فراه الهدف الان هو اننا نوصل حلول، والهدف من ديما كان اننا نلقاو حلول في اقرب الاوقات، الا انه للاسف هذه النقطه العالقه كتخلي انه مازال كنتسناو رد من عند وزارتين عند المسؤولين. فبالتالي حاليا زعما الطلبه غادي يستمروا في النضال ديالهم في المقاطعه ديالهم، وهذا الشيء زعما جاي من عند اي طالب، من عند 25000 طالب يقدر يكونفيرمي لك هذه الهضره هذه. ولكن في نفس الوقت فراه كنقولوا بلي راه الكره عند المسؤولين، وكنتسناو رد من عندهم في اقرب الاجال، وما كناش كاع في هذه الايامات الجايه باش اننا نقدروا نعتقوا هذه السنه هذه. مريم فتحي، طالبة طب في كلية الرباط في السنة الثالثة اكتوالمون. اليوم لاحظنا واحد مقاطعة 100% في الدورة الاستدراكية قبل الدفعة السنة الثالثة، وقريب 100% الدفعة الثانية. اليوم كنلاحظوا واحد رابروشمون كبير لاني بلانش، رابروشمون كبير، غدوبلمون كوليكتيف، هذاك الشيء اللي كنا فريمون اون فولي ايفيتي دوبي لو ديبي، دابا كنلقاو راسنا فيه. وصراحه زعما اون افي با لو شوا، حنا بغينا غير ان اكور يكون بوزيتيف بور نوت فورماسيون، ما بغيناش نخسروا القيمه ديال الطبيب في المغرب، وبغينا نبقاو في المغرب وكنغيروا على بلادنا، وما بغيناش سميت الطبيب تبقى كتجفف في الارض. صراحه صراحه ما كنبغيش نفكر فيها، باسكو انا اللي كنبغي نفكر فيها هي ان بغيت نرجع نقرا، بغيت نقرا باثولوجي، ما بقيتش نقرا نضال. سي با دو تو داكشي اللي كنا حنا بغينا نديرو، كنا باغيين نديرو كنا نديرو بوليتيك،
حنا ني دي ميدسان دي فيتور ميدسان فهاد البلاد وكنطلبوا غير من الحكومه انها تجاوب معنا. حنا نهار صحوا لينا شي حاجه راه انا اكسبتي في الاول باسكو انا كرو كو سيتي واحد ان با فيغ لافون انا كرو كو سيتي نهار كنغيت حل المشكل ولكن مالوغوزمون سنا با ابوتشي ما وصلنا حتى حاجه صراحه ما كاين مشكل ولكن كيبقاو دوك لي 4 بوين امبورطون اللي هما لي سانكسيون خصهم يتحيدوا لي موداليتي دو ريبريز حيت خاصنا حقوق ديالنا خاصنا الكرامه ديالنا ملي غنرجعوا نقراو باسكو هاد اضراب ما ديرينوش باغ بليزير وما كرهناش ان نحافظوا على حقوقنا في لو فيتور وبيان سور لي سانكسيونير خصهم يرجعوا باسكو تما طلبه بحالنا بحالهم كاع كاين نفس السنه السادسه قرب يسالي وفي الاخر كيقراصوا انه غيتعطلب عامين وصراحه هادشي اللي كاين وتقيس عدد السنوات المشكل ديالو سي ميم با ان بغينا نمشيو برا ولا شي حاجه راه سي سورتو ان غنطيحو فواحد لا بيريود ديال لا ترانزيسيون يعني واحد لا بيريود اللي كبر منا يقراو 4800 ساعه واللي صغر منا يقراو 4800 ساعه واللي حنا نسقو قارين 3800 ساعه زعما سي با شي حاجه اللي كونسيفابل اللي اون بو اكسبتي فاسيلمون. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.